أسعد الله أوقاتكم بالمسرات أحبابي الليلة نبدأ إن شاء الله في موضوع تعويد الببغاء على الأكل الجديد في البداية أحب أتأكد إذا كان برنامج سناب ونظامي فيه مناسب لكم أو لا يعني أتمنى التعليقات تكون على الانستغرام حتى أفهم الموضوع وحتى أتخذ قرار مناسب يعني هل أستمر على سناب أو غير النظام لأنه قبل كده سألتكم عن البرنامج وما ناسب وفعلا ما فعلته يعني حبايبي في بعض الأسئلة زي مثلا طريقة ترويض الببغاء أو في طرق يعني عادة موجودة موجودة في النت بشكل بشكل واضح جدا يعني يكون نزلت لها مقاطع ونزلت لها عدة أساليب يعني تقريبا الترويض فوق أربع خمسة أساليب نزلتها إحدى الطرق اسمها الترويض بالتخييم اللي أنا كتبتها موجودة في توزو الله وبحمده حتقدر تدخل عليها وتشوف التفاصيل كاملة بالصور طريقة أنصح فيها كل شخص يبغي يروض ببغاء وموجود في المنتدى بالصور والفيديو والتفصيل والشرح طلعوا عليها يا جماعة اللي يبغى نبدأ درسنا عن التغذية الثريق يا شباب عادة يمشي على نمط معين ثابت يحاول ببغاء ما يغير منه يعني خلاص هو اعتاد على سلوك ما يبغي يغيره اتعود على الحبة الشمسي فمعناته هو الحبة الشمسي اللي يبغى يأكل منه ما يبغي يأكل شيئا لكن هذا مو معناته انك انت كمربي ترضخ لرغبات الببغاء زي ولدك لما يبغى حلويات او ايس كريم على طول ما زلت انت مسؤول وانت راعي ومسؤول عن رعيتك فلازم تحرص انك تعطي طفلك او ببغاءك الاكل الصحيح السليم حتى لو ما يحبه طيب كيف نعود الطير الحين عاده بيرفض اي اكل جديد تجيبه مهما كان مناسب وصحي أفضل الأساليب بالنسبة لي أنك تحط له الأكل الجديد مثلا الزوبريم أو الفرس اللاقة أو الباليتس أو الخضار أو الفواكه من الصباح الباكر إلى حد العصر فقط الأكل هذا الصحي ما تحط معاه لا بلجيكي ولا حب شمسي ولا فول سوداني نهائيا أعيد من الصباح إلى العصر فقط لا غير الأكل الصحي ما تخلط ولا تحط معلفين واحد في أكل صحي والثاني لا طيب بعد العصر بعد العصر خلاص ترجع الأكل القديم اللي هو معتاد عليه هذا إذا ما أكل من الأكل الجديد الصحي فيصير عندك من بعد العش من بعد العصر إلى حد العشاء الأكل السيء بالأصح اللي هو الحب الشمسي والمشكل في أن يكون كالتالي من الصباح إلى العصر الأكل الصحي فقط ومن العصر إلى العشاء الأكل الغير صحي فقط القديم المعتاد عليه. نصيحتي هذه يا شباب في ناس ياخذها بطريقه مختلفه عن اللي انا اقصده يعني انا كلامي واضح جدا ومع ذلك في ناس يطبق طريقه مختلفه نتائج مختلفه طبيعي ما دام انت غيرت الطريقه فاكيد انه ما حتكون هي النتائج المرجوه حتكون عندك نتائج ثانيه ممكن احسن ممكن اسوا طيب الحين بتكلم معاكم في الاخطاء الشائعه كيف الناس يتعاملون مع نصيحتي هذه ايش الاخطاء العجيبه اللي قاعد تصير ويظن الواحد انها غير مؤثره لا مؤثره جدا تفاصيل بسيطه ممكن تغير في كل المخرجات حقت المعادله ضروري نتبع الكلام معلش انا قاعد اتكلم ببطء وبعادات حتى ارسخ المعلومه لاني حارفعها في اليوتيوب بعدين وحتكون مرجع للاخرين في واحد يسوي الطريقه هذه في اليوم الاول بعدين يبطل في واحد يسويها مرتين يومين وبعدين يقول ما نفعت اي ما حتنفع يومين لازم اكثر لازم تفهم انه حيرفض الطريقه طبيعي يعني ما صار شيء جديد لما هو يرفض ما ياكل في الصباح لكن على الاقل انت ما جوعته تركت اكل وزي ما اتفقنا من العصر الى العشاء ترجع له الاكل القديم علشان ياكل ما يبقى جيعان وهو حيجلس يلعب في الاكل الجديد في الصباح ويتعود عليه في ناس يحط لك معلفين معلف فيه خضار ومعلف فيه حب شمسي لا هذه طريقه خاطئه لازم معلف واحد فقط فيه الخضار في الصباح في ناس يخلط الحبة الشمسي مع مثلا زوبريم مع بعض لا حينقي الببغاء الحب الشمسي ويترك الزوبريم ما حينفع في ناس يحط الخضار ويوقف فوق راس الببغاء قدامه يقول له كل ما حياكل حياخذ الخضار ويرميه لانه هو قاعد يرسل رسائل لك لانك موجود عنده يبغى يفهمك انه اذا عندك ببغاءين او ثلاثه او عده طيور فهذا يساعدك بسرعه انهم تعودون على أكل جديد لانه كل واحد بيتعلم من الثاني لما ياكل احيانا ممكن ارش شويه موي على الزوبريم واعطيهم ويبدأوا يلعبوا فيه الامازونيات سهل تتعود لكن الافريقي هو اللي دائما يتعبنا شوي ممكن يلعب زي ما قلت لك ممكن يلعب في الاكل فخليه هذه جزء من التعليم وجزء من التعرف عليه لا تستاء لا تظن انه قاعد يبذر لا هو قاعد يتعلم هذا فيما يخص تعويد الببغاء على الاكل الجديد واي سؤال يا شباب تفضلوا على انستغرام ارسلوا لي التعليق حتى اقدر اكمل الاجابات في هذا الموضوع طيب الآن نبدأ في استقبال أسئلة المتابعين عن الأمور الأخرى هنا يسألني عن البلو فرنت أو الفرخ الأمازوني الفرخ هو الأمازوني بصفة عامة هو مزاجي لكن أنت إذا فرضت شخصيتك عليه حتمشي الأمور حيكون مطيع لك سلوكه في تقلب المزاج هذا جزء من من نموه الطبيعي من تطوره هو لازم يصلح كذا عشان يكتسب مهارات ويفرض شخصيته حتى يكون قوي بعمل. مثلا حاول يعضك وعرف انه العض هذا يخليك تبعد عنه وتخاف منه راح يزيد العض هذا لكن خليك انت اكثر جراه كوكاتو سيلفر او الكوكاتو بصفه عامه يبين الجنس تبعه من خلال لون العين في لون العين الاسود هذا ذكر والعسلي انثى لكن الان خلاص حلل يعني حتى لو كان عندك لون العين واضح برضو حلل افضل لانه احيانا يكون في لبس ولغط بين الأنواع العمر يصعب تحديد العمر في الكوكاتو فضروري انك ما تاخذ الا شيء محجل مكتوب عليه تاريخ الميلاد او تاخذ فرخ وتعرف تاريخه فطام الفرخ فطام الفرخ طال عمرك تعطيه قطعة خيار او قطعة جزر في الحاضنة تخليها عنده يلعب فيها وتعطيه حب اذا كان عندك طريقة قفص حاطه في قفص خليه اعطيه حب هو بيتعرف عليها كنوع من اللعب يعني وبعد كذا يا طبعا مو لازم انه تعطيه الحب هذا والجزر حياكلها من اول مرة لا حيلعب فيها اول يوم حيكسرها ثاني يوم حيتركها ثالث إلين ما يجي اليوم المناسب اللي خلاص عارف انه هذا النوع من الاكل ويبدا ياكل منه. فيه نقطة مهمة الحوصلة تصغر فالغر حيقل بعد فترة بالاضافة الى انه انت اذا اكلت قدامه هو حيتعلم منك اكثر لانه قاعد يطالع فيك ويراقب تصرفاتك ويحاول يقلدك في كل شيء. اما بالنسبه للمسح على الفرخ هذا برضه طريقه الترويض بالتخييم مناسبه جدا تقدر تجربها معه يسالني كم المده المناسبه للانتظار بعد الرجع الاكل القديم ذكرتها في الاجابات المده فقط الى العصر ومن العصر ترجع الاكل القديم يوميا هنا طبعا الاملاء مضروب السوس اللي بالحب الشمس يضر الببغاء لا ما يضر الببغاء السوس هذا ما يضر يضر الاكل لكن ما يضر الببغاء السوس هذا بيتلف الغذاء يقلل قيمته الغذائيه لكن ما ياثر على صحه الطيور بذاته يعني ما ياثر ان شاء هنا السؤال عن الكوكتيل المتوحشين كيف اعودهم على اشياء معينه كل هذا ذكرته في الاجابات دي وكما ذكرته في اساسيات الانتاج بامكانك الرجوع اليها. هنا لفتت نظري كم مره بالاسبوع اعطيهم خس وجرجير؟ الخس يوميا ارميها في القفص مو في المعلف مع الاكل عشان ما يعفن لا في القفص اسفل القفص. هنا يسألني عن العناية بالفرخ فرخ الدرة درجة الحرارة المطلوبة ثلاثين ثلاثين ثمانية وعشرين في حدودها إذا كان عمره فوق العشرين يوم أما إذا كان صغير بالأيام لازم يكون خمسة وثلاثين تقريبا إذا كان يوم يومين ثلاثة وهكذا وكل يوم تنقص درجة أو نص درجة كيف توفر الدرجة هذه اجتهاداتك أنت شوف لك طريقة مناسبة حتى تقدر توفر له الدرجة المناسبة حاضنة أو على حسب الجو المدينة اللي أنت فيها ممكن تحط إضاءة قريبة منه بحيث أن تدفيه ممكن تخليه جنب الثلاجة الثلاجة من الخلف فيها حرارة ممكن تستفيد منها دام عندك فرخ معناته لازم يكون عندك مقياس لدرجة الحرارة متوفر عندك زئبق مثلا أو ديجيتال إلكتروني المهم يكون عندك يعني الكمية الصحية اللي تدخل داخل حوصلة الببغاء فنجان القهوة هذا يكفي يكفي إذا دخل كل الأكل هذا في فمه من يعني اللي قاعد يصير فعليا انه انت بتعطيه كوب من الغذاء وهو ياكل منه المقدار هذا الصغير والباقي يرميه في اسفل القفص ولا يتلفه. يسالني هنا المكيف ياثر على الببغاء؟ لا المكيف ما حياثر على الطير الا اذا كان مباشر على وجهه او انت اخذت الطير هذا مره في الحر ومره في المكيف. علشان يكون وضعه جيد وصحي يفترض ما يكون في تيار هوائي مباشر عليه. حتى عليك انت ياذيك، فكيف في الطير؟ عامله زي ما تعامل الرضيع. ما هي انواع الخضار والفواكه التي التي ياكلها الافريقي؟ ياكل كثير من الانواع، في انواع ممنوع منها ارجعوا لها موجوده في حسابي. لكن بالعموم الانواع الشائعه الجزر على راس القائمه، التفاح بدون بذور، البطاطس المسلوقه، هل اكل بذور البذور باستمرار تاثر صحه الببغاء؟ اذا كان بذور فقط بدون اي شيء ثاني اي نعم ياثر. اما اذا كان في اذا كان في انواع ثانيه مثل خضار فواكه يوميا وبعدين تعطيه بذور لا ما ياثر ان شاء الله بالعكس يكون هذا داعم ومكمل للتغذيه الصحيه طبعا الا اذا كان عند الطير نتف ينتف ريشه فانا دائما افضل انك تمنع الحب الشمسي والفول السوداني نهائيا والبلجيكي المشكل كله التفاح والفلفل البارد وما توفر الثلاجه كويس لكن حار حاول انك ما تعطيه الحار والبصل والثوم لا تعطيه هذا يا شباب الأسئلة اللي توفرت اليوم و يعني سامحوني على التقصير، وإذا في أي شيء إن شاء الله في وقت ثاني أحاول قدر الإمكان أجيب. أخيراً يا حبايبي إذا في أحد في باله إنه يساعدني في تطوير الهواية عنده قدرات أو مهارات معينة يراصلني. هذا إيميلي اللي شايف إنه عنده قدرات تقدر تساهم في تطوير الهواية يراسلني على هذا الإيميل يكتب لي إيش هي قدراته أو مهاراته اللي متوفرة. مثلا في مجال الرسم، في مجال التقنيه، في يقدر يعمل لي اي اي شي شيء ممكن يفيد الله يحييه، اللي يقدر يسوي برامج توعويه على اليوتيوب مثلا يعمل لي مقطع مثلا توعوي بطريقه معينه انا ممكن اساعده فيها ونساهم في افكار كثير.